أثار إعلان مجلس الوزراء المصري أن جزيرتين بمياه البحر الأحمر في مدخل خليج العقبة تقعان في المياه الإقليمية السعودية جدلا كبيرا في مصر بسبب ما اعتبره قانونيون يتعارض مع نصوص دستورية، ووصفه آخرون بأنه أمر طبيعي بصفة تبعية الجزيرتين للسعودية وفق التاريخ وقواعد الترسيم الدولية. كانت مصر والسعودية قد وقعتا الجمعة اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ضمن 17 اتفاقية أخرى وقعت بين البلدين. تيران وصنافير جزيرتان تتصدران خليج العقبة ولهما أهمية استراتيجية كبرى تتمثل في التحكم في المداخل المائية للخليج. الجزيرتان تقعان طبقا لاتفاقية كامب ديفيد فيما يسمى بالمنطقة سي أو جيم، ويوجد بها بعض القوات المتعددة الجنسيات ونقطة شرطة مصرية صغيرة منذ ثمانينات القرن الماضي. الحكومة المصرية أشارت في بيان لها أن هناك اتفاقية تمت في 1950 أوكلت فيها السعودية حماية الجزيرتين لمصر، فيما يشير آخرون إلى أن هناك اتفاقية أخرى تمت ما بين الدولة العثمانية وبين مصر في عام 1906 تشير إلى كون هذه الجزر مصرية. هذه باختصار حالة الجدل التي أثارتها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. الصحف المصرية أبرزت إعلان الحكومة المصرية أن ترسيم الحدود أظهر أن الجزيرتين تقعان في المياه الإقليمية السعودية، وعكست الآراء المتضادة حول إعلان الحكومة المصرية. اتفاقية تعيين الحدود البحرية. الحكومة المصرية وقعت الاتفاقية الجمعة ما اعتبره الرأي العام المصري وسياسيون مفاجئا ولا يتسم بالشفافية، باعتبار أن لجنة الترسيم المصرية السعودية عملت لست سنوات دون ما إعلان عن نتائج أعمالها بالرغم من انعقادها 11 مرة منذ العام 2010. سنة 1906 لم تتطرق معاهدة 1906 إلى الحدود البحرية، إنما فقط هي اتفاقية للحدود لرسم الحدود البحرية اللي بناء عليها تم رسم عمود أعمدة الحدود الفاصلة بين مصر وجيرانها في الشرق. تحركت الحكومة المصرية وشكلت لجنة استكشاف الجزيرتين وأمرت البحرية المصرية سنة 1950 بالاستيلاء على الجزيرتين ونقل قوات عسكرية بحرية إلى هناك وإبلاغ المملكة العربية السعودية بما تم. أنا لست أدري لماذا إبلاغ المملكة العربية آنذاك، لكن على أي الأحوال ربما للتنسيق. وصفت الجزيرتان في مناهج الدراسة المصرية على أنهما مصريتان وهي مناطق هامة للغطس والصيد، وفي بعض الكتابات القانونية كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية بسبب إدارة مصر للجزيرتين منذ عام 1950، وهو الأمر الذي يطرح التساؤل حول قانونية ودستورية الاتفاقية. المادة 151 تنقسم إلى قسمين، قسم متعلق بحقوق السيادة وقسم متعلق بالتنازل عن جزء من الأرض. الجزء اللي فيه تنازل هذا لا يملكه أحد، الدستور بيقول لا يجوز إطلاقا ولا اتفاق ولا استفتاء ولا مجلس نواب، هذا لا يملكه أحد على الإطلاق. أما ما يخص السيادة فده اتفاق بيمر بأربع مراحل: اتفاق، مجلس نواب، استفتاء، تصديق. حالة من الجدل حول تبعية الجزيرتين مستمرة رغم إعلان حكومي مصري بأنهما سعوديتان، ويستمر الجدل أيضا في ظل غياب المعلومات عن تفاصيل اتفاق الترسيم ليترقب الجميع مناقشة الاتفاقية في البرلمان المصري لتصبح نافذة حال إقرارها. محمد حميدة، بي بي سي، القاهرة.